أما إذا مشينا في القراءة السليمة والصحيحة هي قراءة تعويدية شوفوا المدينة كاملة، هذا الشيء راه كيرجع لحوام الشوك. مجموعة من المناطق داخل المدينة مهددة بما يحدث حاليا في حوام الشوك. وماشي أول مرة غادي تعمل، راه تعملت محاولات في أحياء أخرى. وتعملت محاولة أنا شاهد عليها. راه الحوا اللي أنا زادت فيها واللي كنتمي لها واللي تزادت فيها كانت فيها من خلال المحاولة هذه. ولكنها بدأت بفشل للأسف. كنتفاجئوا من بعد ما ناس ساكنين في واحد الحي 50-60 عام ظهر واحد الانسان بقدره قادر يدعي انه صاحب العقار ويملكه ويحاول تحفيظه على ظهر ساكنه في الحي. هذا الشيء عشته انا شخصيا داخل الحي اللي كنتمي له. وللاسف نقولوها وما نحشموش، ما عندنا علاش نحشمو. كاين اخطاء الهيئات منتقله سهلت تكريس هذا الواقع واستمر لحد الان حنا كنورثوه. للاسف هذا ارث سيء. هذا إرث سيء لجيل من التدبير الفاشل. هذا نتيجة التدبير الفاشل لمجموعة من المجالس اللي دازت. واللي كانوا فيها مجموعة من الناس كيستغلوا النفوذ ديالهم والتواجد ديالهم داخل المجالس المنتخبة. وهذا الامتداد باقي موجود للأسف. وبعض الأسماء مما يثير الشهرة أن بعض الأسماء كتعاود في هذه الملفات. دائما كتبقى تبحث في هذه القضايا باش الأسماء كتعاود. مدينة طنجة لها رهان ولها تحدي مع هذا النوع ممن يستغلون نفوذهم. صحيح الامر الان امام القضاء ونحترم المؤسسات القضائيه ولنا كامل الثقه في القضاء المغربي. لكن في نفس الوقت مثل هذه المشاكل ما كتطبقش في القضاء فقط. كنتفق مع السيد العزوز باللي كاين حلول اخرى خصها تكون. وما يمكنش في اي لحظه من اللحظات اننا نتهربوا من مسؤوليتنا ونتركوا سفيره حي المكيران او الحوادث الشوك بركه تواجه بمفرطها. ما كنتكلموش هنا باش نعملوا السياسة. هذا واقع بائس وربناه خصنا نتخلصوا منه. حيث ما غتظهر محاولات أخرى في مناطق أخرى من مدينة طنجة. لأن التحدي أكبر والقادم أسوأ. ما يمكنش نجيو الآن ونتكلموا على مئات الأسر ونشوفوا محاولة لتهجير هذه المئات من الأسر ونبقاو ساكتين جمعين منها. واش غادي نبداو نخلقوا الإطارات وسط مدينة طنجة؟ هذه راه طنجة والتلاعب بالسلم واستقرار مدينة طنجة خط أحمر بالنسبة للجميع، يمكن حتى واحد يتلاعب بهذا الشيء. لكن من المسؤول؟ حنا كنبداو كنتكلموا على المواطن كنتكلموا على الشركة ولكن المسؤول شكون هو؟ هو المنتخبين هما حنا السلطة اللي خليناهم يبنيو فوق هذا العقار. ولهذا أنا ربما نلخص المداخلة ديالي من باغي نتكلم أكثر ولكن كنلخص يعني في المداخلة ديال السريعة. فعلا كلام منطقي. حنا كمؤسسة منتخبة كنجلس كيفاش غادي نحلوا المشكل لهذا المواطن باش يبقى في دارو يبقى في الأماكن ديالو اللي معطيناه الدور كيصوت علينا من حق المواطن داخل المنطقة ديالو. إذا كيفاش كنجلس ولماذا بحال مثلا لماذا نحن المجلس يمكننا نساهموا نساهموا ماديا نساهموا بحال اللي كانوا كيعملوا مثلا بعض المناطق الجمعيه كتعدلوا البلان وتعطيها الرخصه بالمجان وكيتسوى الوضعيه ديالو. ولهذا حتى حنا مثلا كمؤسسه كجماعه حنا نشوفوا المدن توبوغرافي حنا نخلصوا بلا كاين شي مصاري حنا المؤسسه ديال المجلس حنا اللي كنمثلوا هاد الناس ويبقاو هاد الناس في المكان هذه. لان علاش واحد الضجه قطع هاد الارض اليهودي هاد المغربي كنعرفو شكون مواليها ومواليها كنعرفو متابعينا كنعرفو شكون كلمات كلمة باقي كلمة ومن غير هذا غنحاول شكون راه مثل واحد ولا انا مواليها من غير يعني كلشي كان عشوائي. ولهذا انا كنظن في الكراهية ديال السي غير سوف لن اتحدث على حقية الساكنة عبر استغلال الطول لهذه القطعة. سوف لن اتحدث عن تدخل جماعه في طرق ترخيص وتزويد البنايات بالماء والكهرباء فوق رسم عقاري. سوف لن اتحدث عن الماضي. احنا كشكال يوصلنا من الحالة هو اننا نتحدث ونتناول فقط البصليه ديال التهدئه في هذه الدنيا ولكن دائما كيبقى الواقع هو الواقع. اليوم كنبقاو شخصو خصنا الحلول. والحلول كاينه والاداره هي اللي كتبنى الحلول.
نحن امام قدسيه ملكيه عقاريه. بداوها لان العقار او التحفيظ كان قبل التواجد الناس. الطريقه كيف سكنوا الناس كامل ما عندكوش. اليوم لا الحل عبر المحاكم ولا الحل عبر معاناه الناس. اليوم خصنا نجلسوا ونتبناو احنا كممثلين كمؤسسه كتمثل الساكنه نتبناو العمليه كيفاش غنتبناو عادي. وهنا داروا امثله وانا نعطيكم الامثله اللي تحل بها المشكل بنفس الوضع. هو انه كان عندنا احنا كيما كذا كان عقار ديال الحبوس واللي كنقولوا له الحومه الحبوس بنزين. نفس العمليه داروا عملوا قالوا في توبوغراف عملوا جمعيه ديك الناس عملوا قالوا في توبوغراف ومشاو عند الحبوس وعملوا بلون سيتياسيون شاكل كل دار بالبرنامج ديالها وهذا وعملوا جلسوا مع الحبوس عملوا حتى بالرمزي عملوا 100 درهم المترو هذوك من داخل 200 درهم هذوك اللي على برا 50 مترو عنده 100 درهم تجي 5000 درهم زائد ديك المصاريف ديال لو في توبوغراف وزائد ديك لاكمون تيتر وهذا حنا جماعه حنا نعطيو لهم شهاده تقسيم وعملوا ديك لاكمون تيتر ما بين ديك الثمن باش خلصوا الحبوس ما بين المصاريف اللي قلت لكم ديال لو في توبوغراف وديك لاكمون تيتر ما عادش 21000 درهم عزوا علينا ديك الناس ما كاين حتى مشكل حتى حنا نخلصوا الجماعه 2000 درهم تما عاد تجيهم 21000 درهم شحال تجي 4 مليار ما كاينش ونعملوا لهم ديك لاكمون تيتر ونعطيه الملكيه الحقيقيه ديالو مابقاش نكذب عليه هو في وضعيه غير قانونيه واخا يزيد 100 عام اخر انتوما كاملين كتعرفوا بان التيتر ما يمكنش يتسول الا تاخذوا مع ديك الناس اذا الناس دراوش كاين حتى مشكل حنا تبناو العمليه راه كيمشيو فلوس كبيره ومن بعد عاد يدي ديك السيد التيتر ديالو ديال 50 مترو التيتر الدار ديالو وعاد كل عملنا فيه واحد الخير كبير حيت اليوم دابا ديك التيتر يمكن يمشي يدير البنكا يراهنو عاد تولي عنده دار عاد تولي عنده وضعيه عقاريه في المستوى وديك الناس ديك الشركه تسال الله يهنيها وهكذا غنكونوا حلينا المشكل اليوم دابا الحومه الحبوس اللي ذكرتكم عليها في نفس الوضعيه الوضعية مزيانة كل واحد عنده دويرة 50 مترو ديالو أو 60 أو 70 عنده التيتر ديالو حتى شي حاجة ماشي شي مشكل وبالتالي هما دابا في الحبوس حلوا المشكل واخا تجي 200 حل ماشي شي واحد اللي عين نسبة صح ولا التيتر ديالو هاد العملية خصها تبدا هنا في الحومة لأن كما قالوا الإخوان كاين تيترات قدامي دابا بالواقع بالواقع في الحومة ديال ديما نعاود كذلك فوق تيتر